بنصبح على حضراتكم مره تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على اخر احوال الطرق والشوارع في القاهره الكبرى وفي باقي المحافظات. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير عليكي جمانه، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد دلوقتي كثافات مرورية في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية، واللي كمان بيشهد كثافات نسبية إنما بسيطة شوية، وهنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات إنما بسيطة ومش مؤثرة على حركة المرور كتير. هنكمل ونروح لكوبري الجلاء، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة، وكمان هتبتدي تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لو بدأنا طريقنا من شارع شبرا هنلاقي هناك كثافات مرورية، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكوبري أبو وافية، وهناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر بشكل كبير واحنا نازلين من الكوبري، وده وأثناء اتجاهنا لشارع منشية الجمل وسكة الويلي. وعلى سكة الويلي في كثافات مرورية كبيرة بتزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا على كوبري القبة، وبعد نزلة الكوبري الكثافات بتبتدي تقل بشكل تدريجي لحد ما تختفي تماما. وهنروح لحي باب الشعرية ونبدأ من ميدان الحي اللي بيشهد سيولة مرورية إنما نسبية، وهناك طريق شارع هناخد شارع الجيش، وهنكمل وندخل لشارع البنهاوي واللي في أوله بتظهر كثافات نسبية بسيطة، وهنكمل لحد الآخر علشان يعني نوصل لشارع الدراسة، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد آخر الطريق. نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة. طريق الدائري القادم من أكتوبر تم إغلاقه كليا، منطقة القوس الغربي المريوطية، مع غلق مطلع الدائري من طريق عن طريق الإسكندرية الصحراوي للي قادم من إسكندرية في اتجاه ميدان الرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، وبيتم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري اللي قادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق إسكندرية الصحراوي للنزول في نفق حازم حسن، ومنه طريق اسكندرية الصحراوي، وكمان استخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي. دول طرق بديلة عن الطريق الدائري، واللي قادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق اسكندرية الصحراوي بيتم تحويله بالكامل لمطلع الطريق الدائري من حازم حسن اتجاه طريق الواحات. طبعا التحويلات دي عملت كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر. وناخد بالنا أن غلق كمان ميدان سفنجس ده بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. كمان الإدارة العامة للمرور للجيزة يعني أجرت بعض التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات ده، وطبعا ده مأثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب لبعض الكثافات المرورية هناك. أما المحور المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم في كمان كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر تقريبا بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات وبسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية، كل دول بسبب إنشاء محطات مترو الأنفاق والزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها. ظهرت كمان كثافات موجودة دلوقتي في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية. الكثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع ومكملة لحد الشارع لحد منطقة الطوابق لحد شارع العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطقة بولاق ومنطقة إمبابة. لو رحنا لمحور صفت في كثافات مرورية بتزيد في اتجاه جامعة القاهرة. ناخد بالنا كمان ان الشركة المنفذة لعمل توسيع مطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للي قادم من مناطق شبرا منط بطريق المريوطية والمؤدي للطريق الدائري القوس الشرقي اتجاه مناطق المنيب، عملت غلق كلي لمطلع الطريق الدائري في المناطق المشار اليها على ان تكون مواعيد الاعمال شغالة على مدار ال 24 ساعة حتى نهاية الاعمال دي.
لو رحنا لمحافظة أسيوط هنبدأ جولتنا فيها من قدام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي هناك بعض الكثافات المرورية بتبتدي تظهر ومكملة لآخر الشارع اللي اسمه شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان بيشهد سيولة مرورية. نكمل جولتنا ونروح لحد الإسماعيلية وبالتحديد في ميدان أحمد الجويلي، هناك يعني بتظهر كثافات مرورية إنما غير مؤثرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة، وده لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، وفي الشارع هناك بتبتدي تظهر كثافات مرورية إنما متحركة، وهتبتدي تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ونروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي، وهنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. خلصت جولتنا المرورية، وخلي بالكم برضو على الطريق انه بيبقى فيه صبح بدري وبالليل متأخر بتبقى فيه شبورة مائية، ناخد بالنا نراعي المسافات نشغل الانذار لو محتاجين ده علشان توصلوا بالسلامة. ونرجع مرة تانية لمصطفى جمانة نبدأ معهم فقراتنا. صباح الخير يا مصر. فعلا الشبوره صعبه جدا وانا متفق معاك. جدا خلاص، احنا في الشتاء بيبقى دايما في شبوره الصبح بدري قوي بتبتدي تظهر من بالليل، وصبح بدري بتبتدي تختفي. صحيح صحيح، شكرا ليك يا لمي. شكرا شكرا.